أبو إبراهيم يسأل عن فضل يوم عرفة أخوي الفاضل يوم عرفة هو من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى ولذلك هذا اليوم يوم عظيم والله جل وعلا عظم هذا اليوم ويباهي بالحجاج وبأهل النسك الملائك يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم ويقول انظروا عبادي أو ماذا أرى ماذا ما أراد هؤلاء وهذا من باب تعظيم حالهم وبيان ما هم عليه من الفضل. ولذلك هذا اليوم من افضل الايام عند الله سبحانه وتعالى، ومن افضل ايام الدنيا مع عشر ذي الحجه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وخير ما قلت انا والنبيون قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وايضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ليس هناك يوم يعتق الله جل وعلا فيه من النار أكثر من يوم عرفة يعتق الله جل وعلا خلق عظيم من النار في يوم عرفة وسن صيام يوم عرفة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صوم يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين كاملتين يكفر الذنوب سنتين كاملتين ولذلك هذا اليوم من أعظم الأيام يمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة إن وفقه الله عز وجل وفسح في أجله ومد في عمره وأدرك هذا اليوم يستثمره في الطاعة ولذلك أهل الإسلام كلهم في هذا اليوم في عبادة وفي طاعة أما الحجاج فهناك في عرفة وأما غير الحجاج ففي صيام وفي ذكر وفي دعاء في تأله لله سبحانه وتعالى إلا من يعني كان مغموصا وزاهدا بهذه الطاعه وبهذه العباده نسال الله السلامه والعافيه ولذلك هذا اليوم يوم عظيم يوم يعني اهل الاسلام جميعهم يشاركون بهذه العباده وبهذه الطاعه